بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب العتق، والعتق هو تخليص الرقيق من الرق إلى الحرية، بحيث يقال له أنت حر. وقلنا بأن هناك عبارات صريحة وهناك كنايات، والكناية لا بد أن ترتبط بالنية، وأما الصريحة فلا تحتاج إلى شيء من ذلك. وقلنا بأن العتق من أفضل الأعمال، لذلك جعله الإسلام كفارة لكثير من الأمور، فهو كفارة لقتل الخطأ، وكفارة للجماع في نهار رمضان، وكفارة إذا حنث الإنسان في يمينه، وكفارة في الإيلاء، وكفارة في الظهار، إلى جانب ما يأتي بعده من الصيام أو الإطعام في بعضها، لأن ما يتعلق بقتل الخطأ فهو عتق أو صيام ولا إطعام فيه، وأما غيره فيكون العتق ثم الصيام ثم الإطعام وهكذا. نقول أيها الإخوة بأن العتق من أفضل الأعمال، والآية تقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك الرقبة يعني تخليصها من الرق إلى الحرية، أو إطعام يعني تقديم الطعام في وقت والناس محتاجون إليه في جوع وفاقة. قلنا أيها الأحباب بأن من كرم الله على هذه البلاد بأن الدولة أعتقت جميع الأرقاء، فلا يوجد عندنا هنا رقيق لأجل أن نقول أن نعتقه أو أن نكاتبه أو أن ندبره، لأن عندنا أبواب ستأتي إن شاء الله تتعلق بالمكاتب وتتعلق بالمدبر وتتعلق بأم الولد، وهي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فإنها تعتق بمجرد موته من كل ماله. لكن الآن ما عندنا هذا الشيء، فالدولة جزاها الله خيرا وبارك في ولاة أمرنا أعتقوا جميع الأرقاء. من يدعي شخصا بأنه رقيقه يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أحرار. لكن نقرأ الآن لأن هنا طلبة علم، ويحسن أن يعرفوا الأحكام الشرعية وما كان عليه ما كانت عليه الأمة سلفا، وكيف مثلا ذكر القرآن بأن كفارة القتل عتق رقبة، أو أن الجماع في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، أو الإيلاء أو الظهار أو اليمين أو غير ذلك. ما معنى عتق رقبة؟ نقول هذا كان موجودا، وكان بعض الناس أرقا، وقلنا عرفنا الرقيق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. أما الآن الحمد لله لا يوجد عندنا شيء من ذلك، وإنما يكون طالب العلم على دراية ومعرفة بالأحكام الشرعية، لا سيما وأن هذا الكتاب منذ مثلا 700 سنة أو 800 سنة ألفه رحمه الله الموفق ابن قدامة، فيكون الإنسان
على علم ودراية بهذه الأحكام وإن لم تكن موجودة. عندنا الآن مسألة أيها الأحباب، يقول إذا امرأة حامل وأعتقها سيدها، هل الحمل يكون ضمن المعتق أو يبقى الحمل رقيقا والمرأة تعتق، أو إذا أعتق الحمل وحده دون أمه أو أعتقهما جميعا؟ وهذا هو الفصل الذي نقرأه ونقول لا، وإذا كان لا يوجد فللعلم فقط، يعرف طالب العلم هذه الأحكام ليكون على دراية ومعرفة بها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله، لأن قلنا شيخ تركي أنه ألف أربعة كتب، ابن قدامة رحمه الله ألف أربعة كتب. الكتاب الأول العمدة للطلبة المبتدئين، ثم بعد ذلك المقنع لمن قطعوا شوطا في العلم والدراسة والمعرفة، ثم ألف هنا الكافي لأنه يأتي بروايات، وعلى سن طالب العلم يعني صار له معرفة وإدراك، فيمكن أن يميز بين هذه الرواية والرواية الأخرى، ثم يعمل ما به براءة الذمة، لا سيما القضاة. فالقضاة مثلا إذا مرت بهم مسألة خلافية واختاروا رأيا من الآراء فقلنا وحكموا به، فقلنا بأن حكم القاضي يرفع الخلاف، ثم ألف رحمه الله المغني، وهو الكتاب الواسع الذي يعتبر من أشهر الكتب في الفقه الحنبلي. فالآن نقرأ ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالعتق، وهو تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية، بحيث يصير الإنسان حرا. ومر بنا في الفرائض بأن الولاء من أسباب الميراث، وقال فيه الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نقول ما هو الولاء؟ الولاء عرفه العلماء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. نقول رجل عنده رقيق وأعتقه، ثم هذا الرقيق بعد العتق حصل على مال ولم يكن له أولاد ومات، فلمن يكون المال؟ للمعتق. طيب إذا المعتق مات وله أولاد، الذكور يرثونه والإناث لا يرثن إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. فلذلك نقول لو قلنا سؤال مثلا عرف الولاء، نقول عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. لأن عندنا العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فلذلك قال يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وإنما العصبة بالنفس. وأما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. قلنا الأسباب يا شيخ صديق، أسباب ميراث الورى كم قلنا؟ ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قلنا هنا السبب مختلف فيه، ما هو يا بني؟ بيت المال. اذكر أقوال العلماء في ميراث بيت المال. المالكية يقولون يارث يعني سبب من الأسباب،
والشافعية قالوا إذا انتظم، والحنابلة والأحناف رحم الله الجميع قالوا لا، وإنما هو يحفظ المال عن الضياع، يحفظ المال عن الضياع، لأنه إذا ترك ضاع المال. فكثيرا ما يعني مثلا ما نقول سبب، وإنما يبقى عند بيت المال حتى يأتي صاحبه أو يرجع إلى بيت المال ويكون من ضمن مصارف بيت المال والتي يتصرف بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا أعتق الأمة وهي حامل. وكثيرا ما نحتاج إلى بيت المال، يجي واحد مثلا عندنا في المحكمة يقول فلان انقطع، عنده دكان وعنده بقالة وفيها ثلاجات يا شيخ تركي، وفيها دجاج وفيها سمك وفيها فواكه، والدكان مقفل، إذا تركنا هات كم يوم، يومين ثلاثة، خلاص خاسر أصبح له. فيأتي لجنة من بيت المال، ويمكن أيضا من أمانة العاصمة يا مهندس، من أمانة العاصمة وكذا، ويجردونها وتبقى أمانة حتى نعرف الرجل هو حي ولا ميت، هل هو مريض، هل هو في المستشفى، هل هو غادر البلاد. فلأننا لو تركناها بقيت ثم تلفت وأصبحت لا فائدة فيها. نعم. إذا أعتق الأمة وهي حامل عتق جنينها، يعني عنده امرأة حامل عتق، فأعتقها وهي حامل عتق، لكن الحمل هذا ما هو ولده، لا، الحمل هذا ليس من سيدها، وإنما الحمل هذا من رقيق، من أحد أرقائه، كذا شيخ تركي، لأنه إذا كان من ولده فالولد حر، الولد يتبع أبيه فهو حر، لا علاقة له. يعني إذا قلنا أم الولد، أم الولد تعتق بسبب ولدها، وأما إنه ولدها مثلا يكون هو رقيق وهو من سيده فهذا لم يقل به أحد. يسأل أحد الإخوان سؤال يقول إذا كان عند الرجل مثلا أولاد من زوجتين، زوجة يعني تزوجها بعقد نكاح صحيح، لأن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، والثاني من جارية له اشتراها واعتقها، قبل اشتراها ثم واقعها فحملت، هل يكون الحمل مثل إخوانه ولا لا؟ اللي من المرة الثانية نقول سوا، كلهم أحرار ولا مزية لأحدهم على الآخر. وكان في السابق الجواري كثيرة، يعني في أي بلد، الإمام أحمد رحمه الله قالوا نلتمس لك جارية تقوم بخدمتك، فلما انصرفوا ناداهم قال التمسوها ذات لحم، التمسوها ذات لحم، يعني وصف لهم الجارية اللي يريد شراءها، يعني من حيث أنها متينة أو خفيفة أو كذا أو كذا. فغالبا تجد أنهم يعني أكثرهم يعني من أولاد من حرائر وأولاد من إماء. نعم. لأنه يتبعها في البيع والهبة، يعني الولد اللي في بطنها إذا أعتقناها فالولد يتبعها في البيع، لا باع ما يستثني الولد، ولو وهبها فالولد اللي في بطنها بعد كذلك يكون هبة كغيره. نعم. ففي العتق أولى، ففي العتق إذا قال لها أنت حرة فالولد الذي في بطنها يكون تبعا لأمه حرية ورقة. نعم. فإن استثنى جنينها لم يعتق، إذا قال المرأة هذه يعني حرة لكن الولد اللي في بطنها لا يبقى رقيق، نقول لا يعتق، يبقى لأنه استثناه. نعم. لما روي عن ابن عمر أنه أعتق أمة، ابن عمر قلنا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو شقيق حفصة، شقيق حفصة بنت عمر، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا شيخ أحمد وقلنا عبد الله وأخت حفصة أخوالهم آل مضعون. من هم آل مضعون؟ آل مضعون من أعلى البيوتات في مكة،
وكانت بيوتهم عند الصفا، بيوت آل مضعون عند الصفا، ثم هاجروا جميعا إلى المدينة. وأول من توفي بالمدينة من المهاجرين خال عبد الله بن عمر وخال أخته حفصة اسمه عثمان بن مضعون، وكان رجلا تقيا صالحا، وقد وضع النبي على قبره علامة قال لأجل أن أعرف قبر أخي، ودفن في البقيع. كذا شيخ أحمد؟ نعم. أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. أعتق قال المرأة هذه حرة، لكن اللي ولد اللي في بطنها لا، لا يزال رقيق. قلنا هذا حينما يعني الكلام هذا ما يصلح بوقتنا هذا، لأن ما عندنا أرقة، لا يوجد لدينا أرقة، الدولة أعتقتهم بكاملهم وكانوا وجعلتهم أحرارا. نعم. ولأنها ذات حمل فصحست. ولا يصح مثلا الآن نقول هذا عبد أو هذا حر، لأن المدار على الأخلاق وعلى السجايا الحميدة وعلى الصفات الطيبة، سواء كان من أعلى البيوتات أو من أدناها، لأن المدار على ما يتمتع به من الأخلاق. وأعجبني بيت من الشعر يقول فيه: والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبد، إذا أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فهو جعل نفسه يعني عبيدة لشهوات أو عبدة لشهواته، عبدة لشهواته. وهناك أحد العلماء قرأت عنه قبل يومين، وكان قد توفي سنة 300 من الهجرة، يقول: العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. إذا طمع وبدأ بسيج فمعناه أنه صار عبد، عبدا لشهواته، وإذا قنع بالشيء اليسير فهو يكون رافع الرأس ومرتاح البال ومطمئن الخاطر ونفسه في غاية الهدوء والاستقرار. نعم. فصح استثناء حملها كما لو باع نخلة لم تؤبر، كما لو باع نخلة لم تعبر، لم تعبر. وش معنى التعبير يا شيخ تركي؟ نعم، وش معنى، وش التعبير؟ عندنا هناك في نجد يسمونه التلقيح، لقح النخل. لقحته ولا ما لقحته؟ لقح. متى بديتوا تلقحون؟ خلصتوا من التلقيح؟ لكن هنا في بعض البلاد أو في يمكن المنطقة هذه يسمونها التعبير، أن يوضع في الزنا، زنا النخل، شيء من ثمر الفحل ويربط بخيط حتى يكون تلقي. فإذا باع نخلة لم تعبر فالتعبير وأبرت بعد ذلك يختلف عن إذا كانت مؤبرة، فلمن يكون ثمرها؟ قد يكون الثمر بالآلاف. فتمثيل المؤلف رحمه الله بالنخل هذا ممكن، لأن كلنا بحاجة إليه، لكن تمثيله بالعبدة والرقيق والأمة ما عندنا لا عبد ولا رقيق. نعم. واشترط ثمرتها. وقال القاضي: يخرج على الروايتين. لا، يخرج في رواية وفي رواية. قلنا إنه كتاب المقنع تجده في رواية، كتاب العمدة لمختصر لطلبة، لكن هنا يذكر لك روايتين، يقول فكر أنت، قارن بين الأدلة، قارن بين ما استند إليه هذا واستند إليه ذاك، وماذا ترجح وأسباب الترجيح إلى آخره. نعم. يخرج على الروايتين فيما إذا استثنى ذلك في البيع. إذا استثنى قال أنا ببيعه، أبيع المرأة لكن ترى الولد اللي في بطنها ما يباع. نعم. والمنصوص عن أحمد ما ذكرنا، وبدلا من هذا نقول باع النخلة وقال ترى هذه الثمرة ذي لي هالسنة، ما أسمح لكم تأخذون منها حبة واحدة. نعم. والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه. والمنصوص عن أحمد، شيخ عثمان، من يعني أحمد؟ أحمد بن حنبل إمام السنة، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، يقول أنه المنصوص عنه كذا رحمه الله. نعم. وإن أعتق جنينها وحده لم تعتق هي، لأنها ليست تابعة له فلا تعتق بعتقه،
كما لو أعتقه بعد الولادة. كما لو أعتق الولد بعد الولادة الأم ما لها علاقة. نعم. وإن كان العبد بين شريكين، بين محمد وعلي، فأعتقه أحدهما، هل يسري العتق للجانب الثاني أم لا؟ لا يخلو الأمر إما أن يكون مسرين أو لا. نعم. فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه. نعم. لم يخلو من أحوال ثلاثة، أحدها أن يكون موسرين فيصير العبد حرا، يعني موسرين يعني عندهم إمكانيات، ومعسرين يعني فقراء ما عندهم شيء، يختلف هذا عنه. وعندنا مثلا كثيرا ما يحصل عندنا مشاكل في المحكمة في الإعسار والإيسار، يعني مثلا امرأة تزوجت هي من علية القوم وهو معسر، أو هو من علية القوم وهي معسرة، فكيف العمل؟ نعاملهم ب إذا كانوا معسرين جميعا نفقة المعسرين، وإذا كانوا موسرين جميعا نفقة الموسرين، وإذا كان أحدهم كذا وأحدهم كذا المتوسطين، المتوسطين، لأن مثلا إذا كانت من الموسرين تحتاج إلى خادم، وتحتاج إلى بيت من نوع خاص، وتحتاج إلى مثلا مركب، وتحتاج إلى أثاث، وإذا كانوا معسرين لا، على البركة الشيء يكفي على قدر المستطاع. لكن عندي سؤال بسأل الشيخ تركي، لأني ذكرته مرة هنا، لو امرأة من الموسرين تزوجت إنسانا معسرا يعني ما عنده، وقالت له أبيك تجيب لي خادم كذا، قال والله يا بنت الحلال ما عندي، إمكانياتي محدودة، راتبي كذا ولا عندي شيء، قالت لا ضروري، أنا بنت عمي عندك خادم، وبنت أخوي عندك خادم، وخالاتي وخواتي كلنا ما يمكن. طيب قال طيب فيه وش علشان ويش؟ قالت علشان تغسل الأواني وتنظف وكذا وكذا. قال طيب أنا مستعد، أنا بسوي هذا كله، أنا بسوي هذا من الألف إلى الياء، لكن خادم عذرين. طيب وجاء وقال أنا مستعد، هل نلزمها بالقبول؟ وكان سألنا مرة الشيخ علي ما شاء الله وأجاب جوابه مسدد، هل نلزمها بالقبول أم لها يا شيخ؟ واضح السؤال يا شيخ؟ اللي قال أنا بغسل المواعين، وأنا بكنس الغرفة، وأنا بسوي كل شيء، مسح الأواني وكل شيء تحتاجينه، أنا من صلاة الفجر إلى ما أروح للدوام، ولما جيت من الدوام أباشر الشغل مرة ثانية، وأنت كوني مطمئنة. هل قالت لا لا لازم تجيب لي خادم؟ ولو فما موقف، وأنت من أهل القضاء ما وش تبي تحكم لها ولا له؟ تقول لا يا أخي أنا بمثل خواتي ومثل أهلي ومثل كذا، وقال أنت قصة الشغل أنا بشتغل كوني مرتاحة، هل نسمع منها أو منه؟ نسمع من الرجل، نقول له خلاص ما قال طيب بروح البيت أهلي، قالت بروح البيت أهلي ما أنا بجالسة، يلا ناس أبزم على أخوي يجي يأخذ أنه بروح. لا ما في شرط، بس إن الوضع العام ويعني عادة الناس ومن يماثلها ويزاهيها ويماثلها. تذكر الشيخ علي؟ أحسن. الشيخ علي كان قبل كم شهر؟ كم شهر يا شيخ؟ كم سنة؟ متى يا شيخ عبد الله؟ سألناه نفس السؤال وأجاب جواب مسدد. إيش قلنا يا شيخ؟ نعم. ما نسمع كلام الرجل ولو قال سأعمل، لأنها تتبرم أن تكون جالسة وهو يشتغل، فتريد مثل ما عند أختها وعند خالتها وعند عمتها وعند قاربها، تريد مثلهم، لأنه ولو قال سأعمل هي تتبرم إذا كان عندها حياة أو عندها مروءة. من الصعب أن تكون جالسة ويغسل المواعين ويغسل ينظف الأواني الطبخ. فجواب الشيخ علي نفس عبارة الفقهاء، لأنها تتبرم يعني تستثقل أن يكون هو بالطبخ والتكنيس وغسل الأواني وكذا وهي جالسة، لكن تقول لا أنا أبي مثل غيري بكتجب لي خادم. نعم. أي يقول الجواب اللي نص عليه الفقهاء، لأنها تتبرم أن يعمل وهي جالسة،
لكن تجلس وياه وتشتغل الخادم ما في مانع. نعم. أحدها أن يكون موسرين فيصير العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته باعتاق شريكه، ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه، فإن لم يكن بينه حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرئ، وإن نكل أحدهما قضى عليه قضي عليه، وإن نكلا جميعا تساقطا حقاهما، ولا ولاء على العبد لأنه لا يدعيه أحد، فإن اعترف أحدهما بعد ذلك ثبت له سواء كان عدلين أو فاسقين. الحال الثاني أن يكونا معسرين، بدل ما يكون موسرين الآن معسرين. نعم. فلا يقبل قول كل واحد منهما على صاحبه لأنه لا اعتراف فيه بالحرية لعدم السراية في اعتاق المعسر. فإن كانا فاسقين فلا عبرة بقولهما، وإن كانا عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، وإن كان أحدهما عدلا والآخر فاسقا فله أن يحلف مع العدل. هذا إذا قلنا إن الحرية ثبتت بشاهد ويمين، ولا ولاء لواحد منهما أيضا لأنه لا يدعيه. الحال الثالث أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا، فيعتق نصيب المعسر وحده لاعترافه بحريته، لأنه يعترف بعتق الموسر الذي يسري إلى نصيبه، ويبقى نصيب الموسر رقيقا، لأنه إنما اعترف بإعتاق شريكه الذي لا يسري فلا يؤثر. فإن كان المعسر عدلا فللعبد أن يحلف مع شهادته ويصير حرا، إذا قلنا إن الحرية ثبتت بشهادة ويمين. فصل. وإن ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران، أو المدعى عليه موسر وحده، عتق نصيب المدعى وحده، المدعي عتق نصيب المدعي وحده لاعترافه بحريته، وبقي نصيب المدعى عليه رقيقا، وإن كانا معسرين أو المدعى عليه معسرا لم يعتق منه شيء، فإن اشترى المدعي نصيب صاحبه عتق ولم يسري يعني العتق إلى نصيبه هو، عتق ولم يسر إلى نصيبه لأن عتقه باعترافه بحريته لا باعتاقه. فصل. إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا، عندي شاهد فلان يشهد أن السيد قد أعتقني، حلف مع شاهده وصار حرا في إحدى الروايتين، والأخرى لا يثبت ذلك بشاهد ويمين لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال فأشبه الطلاق. فصل. إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوية القيمة، يعني كلهم قيمتهم على 1000 ريال، 500 ريال، 50,000 ريال، متساويين في القيمة، ما في فرق بين واحد والثاني. فاعترف كل واحد منهما بعتق أحد العبدين
عتق من كل واحد ثلثه، ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، لأنه يزعم أن ثلثي العبد الذي اعترف بعتقه حر، ويبقى ثلثه لكل واحد منهما سدسه. وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما، أقرعنا بينهما بالقرعة. نعم. فإن وقعت القرعة على الآخر عتق من كل واحد ثلثه كالتي قبلها، لأن القرعة قائمة مقام تعيينه. وإن وقعت على الذي اعترف أخوه بعتقه عتق ثلثاه إلا أن يجيز عتقه كاملا وصار كالمتفق على عتقه. لعلنا نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد، وهو ما يتعلق بربط العتق بالصفة، إن وجد كذا فأنت حر وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل سؤال الشيخ تركي، نبي نسأل سؤال. هذا السؤال سبق سألته طلابي قبل أكثر من 20 سنة في الجامعة، وكان الطلبة يعني كنا خارج المملكة، وكان الطلبة في القاعة فيها عدد من الطلاب، يعني قاعة كاملة، وفي بعيد أبعد من الساحات ذيك فيها قسم للفتيات عن طريق القنوات التلفزيونية المغلقة. فألسط الطلبة ونحن في باب القضاء والشهادة، قلت بأنك جلست في مجلس القضاء، انتبه للسؤال يا شيخ، جلست في مجلس القضاء فجاء رجل وتقدم وقال لقد خالعت زوجتي على كذا، أطلب إلزامها بدفع المبلغ. قالت هي لا أبدا ما خالعني ولا شيء. فطلبنا منه البينة فأحضر للشهادة وأدائها رجل وامرأتين. ثم بعد يوم أو يومين تقدمت امرأة وقالت إن زوجي خالعني على كذا كذا، إن زوجي خالعني على كذا. فسألنا الرجل فأنكر قال لا ما خلعتها. فطلبنا منها البينة فأحضرت رجلا وامرأتين. فما موقف القاضي من القضيتين؟ واضح لنا السؤال ولا لا؟ واضح. الرجل يقول إني خالعتها ويطلب إنهاء الموضوع، والمرأة تقول إنه خالعني امرأة غير الأولى، غير امرأة، فقالت خالعني وأريد إتمام الأمر وتسليم الصك، وهو أنكر. فما موقف القاضي من القضيتين؟ الرجل جاء وقدم دعوى وقال زوجتي فلانة واتفقنا أنا وياه وخالعته على مبلغ 10,000 ريال، أطلب إلزامها بتسليمي المبلغ. قال له القاضي وش تقولين؟ قالت لا أبد ما حصل شيء أبدا، أنكرت. قال له عندك بينة؟ قال عندي. جيب البينة. جاب رجال وحرمتين وشهدوا على صدق دعواه. كذا بعد هذا قضية ثانية، جاءت امرأة قالت إن زوجي خالعني على 10,000 ريال وأنا بسلمه المبلغ وبكم تعطون انصك. قال القاضي للرجل وش تقول؟ قال أبد ولا حصل بيني وبينه أي شيء. أي فقال طلب منها القاضي بينة فأحضرت رجل وامرأتين. فما موقف القاضي من القضيتين؟ أنا هذه قبل 20 سنة وجهتها للطلبة في السنة الأخيرة في كلية الشريعة، وأجابتني بنت من اللي يعني من الحاضرات في الغرفة قاعة البنات، يعني بيننا وبينها بعد آخر الحرم.